عمي جمال بتقولين عليه على حسني مبارك تاعك السيسي. شغال سكت الناس المغرب فيها. دعمي صهيوني ده. اسكت يا حيوان. صورت صورة يا اخي. جيب هذا ما يعرف خايف منه. هو يخاف منه. سهل اقول اخاف منه. انا اخاف منك يا جاز. يا جاز ما ولا اقول لك تخاف من العراقيل ولا انا على العين انا ايه الناس الخونه بس انت حيوان. يعني عشان تفكر يعني. طب انت ليه معاك ليه عندك مشكله مع قطر؟ ما عنديش مشكله مع الحكومه القطريه. انا مالي ولا الحكومه انا مالي دعوه الشعب القطري كله على راسي كامل. الحكومه القطريه مع الحكومه المصريه ما يخصنيش بالدور ده حاجه. طب ليه الحكومه المصريه بتحارب الحكومه القطريه؟ لا 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 ما بتحارب. ما اكيد. طب ليه عاملين حصار عليهم؟ ليه عاملين حصار على قطر؟ والله اسال ام علي. ام علي مين؟ وانت مالك اساسا؟ وبعدين انت مالك؟ وانت من وين؟ انت من وين؟ وانت مالك؟ انا مالي. وانت مالك يا معرس يا اكبر معرس؟ انت مالك؟ انت عراقي يا حيوان مالك؟ انت عراقي يا وسخ مالك؟ وانت مالك؟ انت عراقي يا اكبر حمار مالك؟ قول لي بقى. حب يفتن. قول لي بقى مالك. عنده سالفه. قول لي مالك. لا السالفه عندك مبين. السالفه يمكن عندك السالفه. بعت بلدك وسحبت انسحبت يا حمار. بلدك بتسرق. بلدك اتسرقت ذهبها وخيرها وملياراتها وفلوسها. فين العراق من 10 سنين او من 20 سنه؟ دور عليها بقى. دور لك على وطن تاني مش هتلاقي يا حمار. دخل هذا. خلاص ايه؟ خلاص ايه؟ وادلي الغبي. كلم مهند. وادلي الغبي ده وراغر. مالك علاقه بالعراق؟ وادلي الغبي ده وراغر. هات له وراغر. صار لك 40 سنه نايم هنا ما ترجع لمصر انت. ما خلي السيسي يعالجك. والله انا مش قاعد في بلدك، انا قاعد في انجلترا. انجلترا احتلتنا 100 سنه، انا قاعد عندها دلوقتي. ليش تحكي على انجلترا؟ ده انجلترا. كمل ال 100 سنه روح. طب تعال 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 ورينا الفتن. اهل الفتن موجودين هنا مبين عليهم. تعال تعال يلا تعال حديله على فاه. اليوم كاشف هو اليوم كاشف.